مشاهدينا ننتقل إلى المملكة المتحدة، وانضم إلينا من هناك رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيد رامي. تحدثتم أو تحدث مرصدكم عن سقوط ضحايا من المدنيين، هل من تفاصيل أكثر حول ذلك وطبيعة؟ نعم طبعا. نعم. بداية دعنا نقول بأن المرصد بخبر واضح وبعنوان واضح قال أمس أن العملية هذه تحاكي عملية قتل أبو بكر البغدادي قبل أن نعلم من هو وقبل أن تنتهي العملية. واضح بأن سجن غويران كان مفتاح هذه العملية. بالنسبة للضحايا هناك 13 شخصا قتلوا، بينهم 4 أطفال وثلاث نساء. أحد النساء فجرت نفسها بحزام ناسف أو بقنبلة لأنها أصبحت أشلاء في البيت الذي يعني جرى استهدافه من قبل التحالف الدولي. يعني جيران أو سكان المنطقة قالوا بأن هي مهاجرة، هل هي عراقية هل هي جنسية غربية لا نعلم حقيقة الأمر، ولكن عندما كانوا يقتلون في هذا المنزل على غرار أيضا أبو بكر البغدادي قيل بأنهم نازحين من حلب. ما هذا السر في المنطقة ذاتها بتواجد قيادي في تنظيم داعش في قرب الحدود مع تركيا؟ لماذا هم يشعرون بارتياح قرب الحدود مع تركيا؟ لماذا أصبحت هذه المنطقة آمنة بالنسبة لهم؟ هل كانوا يعتقدون بأن هذه المنطقة هي تحت سيطرة الأتراك فلا تستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأيضا دعنا نقول بأنه قد يكشف الرئيس الأمريكي أو لا يكشف بأن العملية عندما بدأت انطلقت الطائرات بعد أن هبطت في قاعدة قرب عين العرب كوباني مثل قضية البغدادي، ومن ثم انطلقت من تلك المنطقة باتجاه منطقة العمليات ولم تدخل الأراضي التركية. قد تكون عبرت بعض الأجواء المسيطرة عليها من قبل قوات تركيا، ولكن على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العملية كان لها ثقة كاملة بقوات سوريا الديمقراطية ولم يكن لها ثقة. قبل أن نحلل شيئا ما في شكل هذه العملية سيد رامي، هل هؤلاء الضحايا إذا كنت فهمت إشارتك بشكل جيد هم جزء من مكون كان موجودا في المنزل نفسه وله ارتباط بالقرشي؟ بشكل قطعي، لأن عندما دخلت قوات التحالف الدولي دخلت إلى الملجأ أو الطابق يعني الأرضي أو ما يسمى في مصر يعني بتسميات أخرى، الملجأ كان فيه يعني سوريين في قبو البيت وهم يسكنون في تلك المنطقة، وقالوا لهم أنتم لستم مستهدفون، نحن سوف نستهدف الطابق الذي فوقكم والذي فوقه. والعملية كانت في هذين الطابقين التابعين للقرشي وعائلته أو من كان يقتل معه. لذلك أقول العملية لم تستهدف مدنيين نازحين في تلك المنطقة بقدر ما استهدفت هذا المنزل. والعملية عندما جرى هبوط الطائرات المروحية استمرت ساعة بمحاصرة المنزل، وعبر مكبرات الصوت كانت تطلب من السيدة التي كانت في المنزل المهاجرة باسمها حسب الجيران ومن القابعين في المنزل بالاستسلام قبل أن تبدأ العملية. بعد ساعة إسراء إطلاق رصاص من قبل يعني القابعين في المنزل على القوات المهاجمة، بعد ذلك اشتبكوا وجرت عملية لمدة ساعة على ما أعتقد. بعدها جرى ما جرى وانسحبت الطائرات، وكان هناك قصف يقال بأنه لطائرة مروحية أمريكية تعطلت جرى استهدافها من قبل القوات الأمريكية. هذه المنطقة وكنت تتحدث عن طبيعتها، كيف يتم الوصول إليها عادة وشكل السيطرة العسكرية فيها بما أنها منطقة متداخلة؟ يعني هل هي سيطرة أو السيطرة المسلحة، دعنا نقول هل هي سيطرة دائمة بمعنى هنالك وجود مسلح دائم للطرف أو الأطراف المسيطرة فيها؟ نعم هناك سيطرة لهيئة تحرير الشام، وقتل عنصر هيئة تحرير الشام لم يكن داخل المنزل. العنصر من هيئة تحرير الشام كان في محيط المنزل، هناك حاجز لحرس حدود تحرير الشام ليس بعيدا عن هذا البيت نحو 200 أو 300 متر. يعني المنطقة هي تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وأيضا هم سابقا عندما قتلوا البغدادي كان تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. ألم يكن يعلم الجولاني أو قيادة هيئة تحرير الشام بوجود قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المناطق من الأراضي السورية؟ لذلك أقول وأيضا لماذا قلنا بأن سجن غويران كان المفتاح؟ أبو عبيدة الذي كان أمير وبايع القرشي أو قردش ما اسمه الحقيقي بايعه من داخل سجن غويران، بعد ذلك استسلم
وبات بحوزة قوات سوريا الديمقراطية والمخابرات الغربية. هل هو الذي اعترف على سيده وقائده من أجل استهدافه في هذه العملية؟ كل شيء وارد بانتظار التحقيقات الأمريكية أو النشر الأمريكي كيف تمت هذه العملية. سيد رامي، العمليات التي أجريت والتي أشرت قبل قليل إلى أن مفتاحها كان سجن غويران، ما الذي تشير إليه من ناحية الترابط ما بين حراك التنظيم وحركيته من جهة والقضاء على رأسه الآن؟ نعم، يعني القضاء على رأسه هي بداية حقيقة الأمر. القضاء على خلايا التنظيم في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، عندما يجري التعرف على مكان قائد التنظيم في إدلب أو في المنطقة المتداخلة بين إدلب وريف حلب الغربي، وأيضا عندما يسلم نفسه أمير التنظيم داخل السجن، وعندما قلنا يوم أمس بأن هذه الطائرات المروحية التي هبطت في قاعدة خراب عشق بقرب عين العرب كوباني ذات العملية التي استهدفت البغدادي. وهنا نذكر نقول للجمهور بأن فقط عملية قتل أبو بكر البغدادي وعملية قتل القائد الحالي لتنظيم داعش كانت بعملية إنزال، باقي العمليات كانت باستهداف بطائرات مسيرة، أي أن وهذه العملية أيضا شاركت فيها استخبارات قوات سوريا الديمقراطية، مثل ما شاركت استخبارات قوات سوريا الديمقراطية أو قوات مكافحة الإرهاب سميها ما شئت بعملية قتل أبو بكر البغدادي الذين كانوا لهم دور أساسي. لذلك أقول بأن عندما يقتل أبو زعيم تنظيم داعش عند الحدود التركية له دلالات كبيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعلم وعلمت بوجود هذا القيادة في تلك المنطقة، ولكن لم تعطي شرف قتله للقوات التركية ولم تثق بالمخابرات التركية كي تقوم باعتقال هذا القيادي وتسلمه للولايات المتحدة الأمريكية. هي قررت أن تنفذ العملية مع حلفائها في محاربة داعش على الأرض، ونجحت مثل ما نجحت بعملية قتل أبو بكر البغدادي. ما مدى سهولة التحرك بالنسبة لقادة التنظيم في هذه المنطقة كلها وهي ذات سيطرات مختلفة، تسيطر عليها يعني فصائل وتشكيلات مختلفة وتنظيمات تتواجد فيها فصائل، ولكن السيطرة عليها من قبل هيئة التحرير الشام تتواجد فيها حراس الدين وبعض دعنا المجموعات. نقول أنا أريد أن أوسع الصورة، دعنا نقول من حتى من العراق وحتى أطمع حيث نعم. جرت العملية شيء جيد جدا من العراق وحتى يعني دعنا نتحدث بعبارة صريحة، مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركي في عفرين وفي رأس العين وطل أبيض يوجد فيها العشرات إلى نقل المئات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية السابقين من الجنسيات السورية وعراقية، ولكن أن يتواجد الزعيم زعيم تنظيم داعش في مأمن في هذه المنطقة يعني أنه مرتاح أمنيا بسبب تواجده بعيدا عن منال قوات سوريا الديمقراطية أو قوات التحالف الدولي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم مثل ما يعلم المرصاد بأن هناك نحو 128 على الأقل من الذين كانوا مع داعش في دير الزور هم الآن ضمن أحرار الشرقية في مناطق سيطرة القوات التركية، والولايات المتحدة تعلم بأن هناك لكن أيضا هنالك عناصر موجودة من هذا التنظيم كانت في شرق سوريا أقصى الشرق في العراق حتى وتحركت، ويطرح هذا أسئلة حتى عن طريقة تحركها لأنه جزء من منطقة المال من منطقة التحرك يفترض أنه الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مثلا والمال والآخر تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. نعم بشكل قطعي يعني دعنا تحدثنا عشرات المرات بأنه لولا الفساد ولولا الخرق تنظيم داعش لما تمكنوا من تنفيذ عملية سجن غويران. وهنا نقول شيء لم يقال بأنه منذ 21 من الشهر الفائت هناك عناصر من حراس السجن قيد الاعتقال وقيد التحقيق وأهليهم يعتقدون بأنهم قتلوا وفارقوا الحياة.